حجم الدولة الموازية وحجم هذه الفصائل وقوتها وارتباطها الخارجي أقوى من الدولة وأقوى من السيد الكاظمي. فبالنتيجة يعني طبيعي يكون هناك تباطؤ، وطبيعي يكون هناك تلكؤ بفرض هيبة الدولة، ليس دفاعا عن السيد الكاظمي، لكن السيد الكاظمي اليوم حصل على دعم دولي وداخلي لن يحصل عليه رئيس وزراء. يحتاج اليوم من السيد الكاظمي بأنه تكون خطواته سريعة. أعتقد حسب قناعتي بأن السيد الكاظمي كان مرغم ومجبر بأنه يتولى رئاسة الوزراء، فبالنتيجة اليوم خطواته ودى اللحظة بأنه هو فقط يعني هدفه وكل تصريحاته بأنه الانتخابات المبكرة وده يدفع بهذا الاتجاه والهروب إلى الأمام، ويحاول بأي طريقة بأنه ينهي هذه الدورة من خلال فقط إجراء الانتخابات. أما كسيطرة وفرض هيبة الدولة أعتقد يعني من خلال تحركاته ما إلها أولوية بشكل واضح، ويعني ما يتخذ خطوات جادة بهذا الاتجاه، وكأنما تنصب خطواته وجهده كله على الانتخابات المبكرة.